أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم، وفي هذه الجولة نستضيف الخبير الاقتصادي حافظ إسماعيل حول قرار المركز الدولي بوقف الدعم الدولي وتخصيص 100 مليون دولار لفقراء السودان، وأيضا لقاء مع عبد المنعم إدريس رئيس اللجنة التسييرية لنقابة الصحفيين حول انعقاد الجمعية العمومية غدا السبت 23 يوليو، ونتابع أيضا استطلاع وسط الصحفيين حول دعوة الاتحاد السابق بقيادة الصادق الرزيقي ودعوته للحكومة بإيقاف الجمعية العمومية للصحفيين غدا السبت. نبدأ كالعادة باستعراض لعناوين الأخبار والزميل الصادق مصطفى زكريا. لجنة الأطباء المركزية تعلن أن وصول 30 حالة من مصابي أحداث النيل الأزرق لتلقي العلاج بالخرطوم. لجنة الأطباء المركزية تعلن أن سقوط قتيل لم يتم التأكد من بياناته بسبب إصابته برصاص حي في الصدر أطلقته القوات الأمنية في مواكب أم درمان يوم الخميس. عبد المنعم أبو إدريس رئيس اللجنة التسييرية لنقابة الصحفيين يؤكد على تصميم الصحفيين على القتال من أجل الحصول على حقوقهم في خلق جسم منتخب يمثلهم. السلطات الصحية بولاية سنار تعترض قافلة صحية أعدتها منظمات المجتمع المدني كانت متجهة لولاية النيل الأزرق يوم الخميس وأمرتها بإنزال كافة المساعدات من المركبات. المصرفي والمحلل الاقتصادي حافظ إسماعيل يقول أن إيقاف الدعم المقدم من البنك الدولي للحكومة سيكون له تأثيرات سالبة على المواطن ويعني استمرار العجز في الميزان التجاري. حافظ إسماعيل يقول بأن مبلغ 100 مليون التي خصصها البنك الدولي لدعم الفقراء في السودان سوف لن تكفي، وهي عبارة عن ذرة في بحر. مجموعة من الناشطين والفاعلين في منظمات المجتمع المدني بخرطوم تدشن مبادرة معا من أجل إنسان النيل الأزرق بمركز الدراسات السودانية بالخرطوم. فريق مناصرة الأشخاص ذوي الإعاقة بكسلة يدعو منظمة اليونيسيف لحماية حقوق أطفال مدرسة جسور الأمل لتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية بكسلة بعد أن فقدت المدرسة مقرها. انهيار جزئي بكبر وادي قريض الموسمي بولاية جنوب دارفور يؤدي لتعطيل حركة المرور بين حاضرة الولاية نيالة ومحليات تولوس وبرام والردوم وياسين. مدير إدارة الشؤون الصحية بمحلية كاس علي عمر الهندي يناشد حكومة الولاية والمنظمات العاملة في الشأن الإنساني لتدارك الأوضاع بمنطقة الدنقة التي اجتاحتها السيول مؤخرا. شكرا زميلي الصادق مصطفى زكريا. أصدر البنك الدولي قرار بإيقاف الدعم الدولي للسودان وخصص 100 مليون دولار لدعم الفقراء. للمزيد حول هذا الموضوع تحدث لراديو دبنجا الخبير الاقتصادي حافظ إسماعيل، فلنتابع هذا الحوار. وطبعا إيقاف الدعم يعني استمرار العجز في الميزان التجاري، لأنه أصلا السودان ما عنده صادرات كافية عشان يستورد احتياجاته، بالذات من الوقود والدقيق والاحتياجات الأساسية والأدوية. بالتالي كان بيستفيدوا من الدعم البيجي من المنظمات الدولية أو من المجتمع الدولي، في أنه برضو بيستخدموا الموارد بتاعته يستوردوا بها أسلع. لما يجيب الدعم معناته حيكون فعيد، معناتها حيكون يا إما في نقص حاد جدا في السلع الأساسية اللي بيحتاجها الإنسان، يا كمان الحكومة تلجأ إلى السوق الأسود، وده برضو حيرفع من قيمة يخفض من قيمة الجنيه السوداني، فبالتالي ذاته عنده تأثير تضخم، لأنه كل ما انخفض الجنيه ونحن بنستورد أكثر معناتها حيجين تضخم مستورد نتيجة لانخفاض قيمة العملة السودانية، فبالتالي حيكون عندها تأثير سالب جدا على الناس. نسبة التضخم أصلا عالية، لكن الأسوأ من كده أن السودان بمر بما يعرف بالكساد التضخمي، يعني في نفس الوقت الاقتصاد متباطي أو يعني حاصل فيه كساد، في نفس الوقت نسبة التضخم زايدة، وبالتالي دي أسوأ التصنيف الاقتصادي لوضع بلد أنه يكون فيها كساد تضخم. يعني لأنه أول حاجة طبعا لاحظنا أنه في كمية بتاعت مصانع وشركات بتطلع بره البيزنس نتيجة لارتفاع تكاليف
الإنتاج، الحكومة ضاعفت أسعار الكهرباء أكثر من 5 مرات، الوقود زاد أكثر من 5 ولا 6 مرات، تكلفة النقل زادت، بالإضافة إلى كده أن الناس ما عندهم قروش، الديسبوزبل إنكم بتاع الناس بقى ضعيف لا يغطي أبسط احتياجاتهم، وهم حيعملوا شنو؟ حيستغنوا من بعض السلع، فبالتالي ما في حركة تجارية، في كساد ما في حركة تجارية. المسألة الثانية حتى النظام المصرفي بتاع السودان تقريبا منهار، لأن البنوك ما عندها رؤوس أموال كفاية، ما عندها ودائع كفاية، حساباتك في البنك المركزي معجزة، ما قادرة تمول، وبالتالي ده حيكون عنده تأثير على المواطن المستهلك وعنده تأثير على الإنتاج، لأنه ما في موارد عشان يمول المنتجين عشان ينتجوا، فتأثيره حيكون آني وتأثيره حيكون مستقبلي في الموسم الجاي. سمع أستاذ، يعني كل ما ذكرته إنه تأثيرات إيقاف الدعم على واردات السودان وتمويل صادرات السودان، ده بينعكس على التضخم. في نفس الوقت أنت ذكرت حاجة مهمة، إنه 3/4 الشركات والمصانع أصبحت خارج إطار مسألة الإنتاج لأنه تكاليف الإنتاج أصبحت عالية جدا. الكلام ده بينعكس على المواطن العادي بذات شكل، يعني بينعكس أنه هو الدخل، لأنه دخله أصلا ما زايد بالتوازي مع زيادة التضخم، وبالتالي حيضطر يقطع من حاجياته. يعني انت حتضطر اذا بتاكل وجبه وجبتين حتاكل وجبه او تاكل 100 وجبه تخفض من صرفك، في صرف اساسي وما بتقدر تستغنى عنه مثلا زي العلاج، حتضطر انك ما تتعالج، ودي حيكون عندها تاثير كبير جدا، لانه الناس اذا ما تعالجوا اذا ما بقوا صحيين ما حينتجوا، ودي برضه عندها تاثير على الزمن اللي ممكن يفقدوه تفقد الدوله من ناحيه بتاعت الانتاج، لانه الناس اصلا ما عندهم قدره انه يكونوا صحيين لانه ما باكلوا اكل متكامل. الحاجة الثانية العلاج ما متاح بالشكل المفروض، ودي برضو حيكون عندها تأثير بالغ جدا في الاقتصاد وعلى الناتج يقوم الناتج المحلي بشكل كبير. شوف أستاذ حافظ، يعني بالإضافة لما ذكرته كله، الآن مناطق كثيرة كانت منتجة حتى ولو كانت بالري المطري أصبحت فيها الصراعات وعدم استتباب الأمن، صراعات ممثلة في الصراعات القبلية الحسي أصبحت منتشرة بقاع كثيرة من السودان، كانت بتزرع حتى ولو كانت زراعات صغيرة لكنها كانت بتعين الأسر في مسألة الغذاء. الآن البنك الدولي بيقول إنه هو بيخصص 100 مليون، يعني قبل ما نتحدث إنه يعني كيفية تخصيصها وتوزيعها للفقراء، هل 100 مليون دي ذاتها يعني بتحل إشكال لفقراء السودان؟ قطعا لا، قطعا ال 100 مليون انت لاحظ انه برنامج ثمرات الدعم الاجتماعي اوقف كان الميزانيه بتاعته 2 مليار دولار 20 مره قدر ال 100 مليون، وال 100 مليون دي بالتحديد يعني هي حتمشي لقطاع اغلبه حيكون قطاع النازحين والناس الاكثر حوجه، لانه ده حيتم ما عن طريق الحكومه، حيتم عن طريق المنظمات، هي المنظمات الدوليه، هي المنظمات السودانيه المتعاونه، لانه المجتمع الدولي والمانحين ما حيدوا قروش للحكومه، لانه الحكومه مفروض على عقوبات نتيجه للانقلاب، فبالتالي المبلغ ده ما حيكفي، ده حيكون ده عباره عن ذره في بحر، يعني دروب في بحر كبير ما حيكفي، في ظل زياده احتياجات الناس، الناس المحتاجين لاكل لغذاء او تحت ادنى من حد الفقر حيزيدوا في السودان لقريب 18 مليون، فبالتالي كميه من الناس او القروش دي ما تصلهم وما حيكونوا مستهدفين اصلا، لانه القروش حتصرف عن طريق المنظمات وغالبا تصرف للنازحين او الناس اللي عايشين في الاحياء الطرفيه او كذا الظاهر عليهم، لكن في ناس في عمارات كذا برضه هم وصلوا في حد الفقر لانه دخلهم لا يكفي احتياجاتهم 10% او 20% من احتياجاتهم، فبالتالي دي عندها تاثير بالغ جدا، زياده حته الفقر وده عنده تاثيرات امنيه برضه، لانه كل ما زاد حته الفقر بيزيد الجريمه. المساله الثانيه مساله الامن، البلد في حاله بتاع فوضى عارمه، يعني اول حاجه يعني في مناطق الانتاج امسك في دارفور كم في جنوب كردفان ما في امن، لانه في سلاح منتشر، في ميليشيات وهي بتهدد امن الناس، وبالتالي يعني حتى عندنا قبل كم يوم في منطقتنا في جبلات واحد ضربوه بفاس في مزرعته، يعني كويس، فالناس ما بتزرع لانه الناس بتكون خايفه، وحتى لو زرعت برضو اسرع بين الرعاه والناس ما بتضمن انه انت حتحصد منتجك، فبالتالي ده حيكون عندها تاثير بالغ، بالاضافه الى كده تكاليف الانتاج، يعني تكاليف الجزولين للانتاج غاليه جدا، وانت بتجي تبيع
سلعتك او منتجك بس رخيص جدا زي ما حصل السنه اللي فاتت. يعني اي مزارع زرع السنه اللي فاتت يكون حقق خسائر بالغه جدا لانه تكاليف الجذورين زادت اكثر من 5 مرات، في نفس الوقت السعر بتاع المنتج ما كان زايد من سعر السنه قبلها، فبالتالي انت عندك تكاليف عاليه وعندك منتجك بتبيعه لانه الحكومه اصلا ما قاعد تحفز الناس وما قاعد تشجع المؤسسات التمويليه عشان تمول شراء السلع المنتجه من ذره لحبوب زيتيه لسمك، فبالتالي وده حيكون عنده تاثير. يعني السنه دي في ناس كتار جدا حيطلعوا خارج الدائره الانتاجيه وده حيكون عنده تاثير على الناتج القومي، عنده تاثير على الامن الغذائي ذات السودان لانه السودانيين اغلبهم باكلوا ذره والناس لو ما زرعوا برضو اسعار حتى بقت اكثر من اسعار القمح. ده حيكون عنده تاثير بالغ جدا نتيجه للسياسات الغلط بتاعت الحكومه ونتيجه للانقلاب اللي هو فرض على السودان عقوبات وحرم السودانيين من برنامج ثمرات وحرموا من معونات كثيره جدا كان ممكن تساهم كانها تجيب موارد اجنبيه للسودان عشان يقدر يستخدمها سواء كان في الانتاج او في احتياجات الاساسيه. راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا. قال الأستاذ عبد المنعم أبو إدريس رئيس اللجنة التسييرية لنقابة الصحفيين السودانيين إن الصحفيين مستعدون لإنعقاد الجمعية العمومية غدا السبت 23 يوليو من أجل الحصول على حقوقهم في خلق جسم منتخب وشرعي يمثلهم. المزيد حول هذا الموضوع في هذا الحوار. قيام النقابة ده اختيار القاعدة الصحفية السودانية وهو من نضالات الصحافة والصحفيين والصحفيات السودانيين منذ حل نقابتهم عقب انقلاب 30 يونيو 89، ولأنه هذا هو إرثهم التاريخي، لأنه نقابة الصحفيين السودانيين أول ما عرفت عام 1946 وظلت حاضرة طوال العهود حتى في عهود الدكتاتوريات ظلت حاضرة إلى أن حل انقلاب يونيو 89 وبعد ثورة ديسمبر تنادت أجسام صحفية مختلفة كان هدفها جميعا أن تصل إلى نقابة، اختلفت أساليبها إلى أن توحدت وعقدت جمعية العمومية في 26 من مارس الماضي. لذلك هذا اختيار القاعدة الصحفية السودانية وسيصل إلى منتهاه مهما وضعت أمامه العراقيل والقيود مثل نضالات الشعب السوداني في مختلف قطاعاته. واحدة من نضالات الصحفيين السوداني تكون لهم لديهم نقابة معبر عنهم تحمي حقوقهم يساهم بها في قضايا وطنهم كواحدة من المنابر المهمة لقضايا التحول المدني الديمقراطي. نعم نعم. طيب أستاذ عبد المنعم، يعني الاتحاد الفات يعني هل عنده لسه قاعدة وسط الصحفيين يعني بتنادي لإدارة يعني جرع قاري ساعة لورا لسه؟ يعني طبعا ما في حديث قاعد يصدر من القاعدة، قاعد يصدر من اللجنة التنفيذية اللي هي اللجنة التنفيذية الموجودة. طبعا واحدة من الأسباب اللي خلت الصحفيين السودانيين برضو حريصين على نقابة أنه النظام الأساسي للاتحاد السابق كان شروطه متساهلة جدا وبيسمح لكثيرين يمارسون مهن أخرى ليحملوا بطاقة في اتحاد الصحفيين وليشاركوا في انتخاباته، لأنه الشرط كان أنك تحصل على ما يعرف بالسجل الصحفي وده بيتم عبر امتحان متاح لكل شخص لديه شهادة جامعية. لذلك نجد في عضوية الاتحاد السابق أطباء ومهندسين وضباط شرطة وضباط أمن وضباط جيش ومحامين وأصحاب أعمال حرة وينتمون إلى مهن أخرى وفي ذات الوقت يحملون بطاقة اتحاد الصحفيين ويتمتعون بكافة حقوق عضويته. لذلك واحدة من مهام النقابة عندما تنشأ تسوير هذه المهنة في أنها تقتصر على الذين يمارسونها بشكل أساسي وتغلق الباب أمام الذين لا يمارسونها في أن ينالوا عضوية نقابة الصحفيين. نعم. طيب يعني دعنا يعني نقوم نخد أسوأ الفروض، إنه إذا الاتحاد قام لجأ للقضاء ويعني حاول استصدر يعني أمر قضائي بأنه يعطل المسألة دي، شكل النزاع هيكون كيف؟ نحن مستندين
على المادة 87 من الإعلان العالمي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، واللي صادق عليه السودان في 2020 بعد ثورة ديسمبر، واللي ده بينص على حرية العمل النقابي وحرية التنظيم، ودي مادة متعارف عليها عالميا وبتعتمد على النقابات في كل العالم. صحيح الآن ليس هناك قانون للنقابات في السودان، تعطل بسبب ما يحدث في السودان من أزمة سياسية، لكن مستندين على المادة 87، وسنقاتل إلى أن نحصل على حقنا في قيام النقابة. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا. وحول دعوة الاتحاد المحلول بقيادة الصحفي الصادق الرزيقي، استطلع راديو دبنجا الصحفيين شوقي عبد العظيم وحمد سليمان والصافي أحمد خليل، فلنتابع هذا الاستطلاع. طيب، بالتأكيد يعني على هذه الجميع العمومية خطوة جادة نحو بناء منبر مهم للصحفيين يهتم بقضاياهم ويساهم في المشروع الوطني العام. بناء نقابة الصحفيين يتسق مع الظرف الثوري العام وخطوات التغيير التي يطرحها الشعب السوداني. تعد هذه النقابة أهم مؤسسات التحول الديمقراطي. قد تابعنا خلال الفترة الماضية الإعلانات المتواصلة من اللجنة التنفيذية للنقابة والمجهودات الكبيرة السابقة من اللجنة المشتركة للأجسام الصحفية، وهي جميعها تصب في إيجاد نقابة صحفية حرة مستقلة. بالتأكيد النقاش سيكون واسع حول النظام الأساسي وضبط عمليات الانتخابات ولجان المساعدة. أما فيما يتعلق بتصريحات الرزيقي فهي مردودة من ناحية موضوعية، فنحن نتكلم عن نقابة وليس اتحاد، ومن ناحية شكلية فهو أصلا غير شرعي، يدعي تمثيل الصحفيين بطريقة غير شرعية. هذه التصريحات أو هذا البيان لا يساوي الحبر الذي كتب عليه، ولا يتعدى التحريض، خانة التحريض الذي لن يثمر أي شيء. أعتقد أن السبب أو الرغبة لهذا البيان تنحصر في محاولته لقطع الطريق على البناء الذي يقطع استهباله المستمر باسم الصحفيين. الصحفيون سيقطعون الطريق على أي محاولة أو مؤامرة لتغييب تمثيلهم، أكثر من ذلك سيعملون جاهدين في بناء مؤسساتهم ومؤسسات الانتقال واستعادة الحياة الديمقراطية. تصريحات الرزيقي لا تخرج من السياق إرباك المشهد العام الذي يزع الفلول لخلقه في الواقع السوداني، وهي بالتأكيد لن تمضي ولن تحدث أي اختلال في العملية الصحيحة لبناء المال. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا. من غد جمعية عمومية لنقابة الصحفيين في السودان غدا أو اليوم السبت في دار المهندس، هي من اللحظات التاريخية التي ظل ينتظرها الصحفي السوداني لثلاثين سنة منذ انقلاب 30 يونيو 1989. تم سرقة وإرادة الصحفي السوداني في منظمات حكومية أو شبه حكومية لم تكن يوما من الأيام تقف مع الصحفي السوداني، ولكن هذه الخطوة التي اجتمع عليها الصحفيين السودانيين في السودان هي واحدة من الخطوات الجيدة والإيجابية. يأتي تأسيس نقابة بعد صراع طويل ما بين الصحفيين أنفسهم واختلافات كبيرة كانت يعني تضرب بين تنظيماتهم، حيث بعد ثورة ديسمبر انقسم الصحفيون من كان لديهم جسم واحد هو شبكة الصحفيين السودانيين، والجسم الآخر كان اتحاد الصحفيين. تم هنالك انشقاق في صفوف الصحفيين لتاني مجموعة أطلقت على نفسها اسم اللجنة التمهيدية لاستعادة نقابة الصحفيين. هذه المجموعة عملت فترة للوصول إلى النقابة، ولكن برضو انشقت وأصبح هنالك أكثر من جسم. لمدة عام ظل هنالك تفاوض فيما بين الصحفيين أنفسهم،
بتنسيق وتيسير كامل من مبادرة، يعني كان هنالك مبادرة الأستاذ محجوب محمد صالح ومبادرة فيصل محمد فيصل الباقر. في الأخير توجد هذه المبادرات بإعلان عن إنعقاد جمعية عمومية يعني شارك فيها أكثر من 600 صحفي، انتخاب جمعية لجنة تمهيدية لنقابة الصحفيين. هذه اللجنة عملت لمدة 3 أشهر، وكان مدة تفويضها لتأسيس النقابة، وكان أهم نشاطها هي في عمل نظام أساسي وبعض النظام أساسي للنقابة وميثاق شرف الصحفي وأنجز هذه الأعمال. وتم طواف إلى جميع الولايات أو أغلبية ولايات السودان، تم اللقاء بالصحفيين، ويأتي اليوم لتدشين يعني جمعية عمومية تجهيز نظام أساسي يحكم نقابة الصحفيين وإجازة ميثاق الشرف الصحفي، ومن ثم انتخاب لجنة انتخابات تقوم بإجراء عملية الانتخابات. ولكن هذا العمل يعني لم يكن عمل سهل، ولكن نرى أن هنالك بعض الأصوات يعني التي تدعي أن لديها حق في تمثيل الصحفيين، يعني مثل اتحاد الصحفيين. هنالك يعني كيف أو يعني نستنى لمن يعني مسؤول من الصحفيين أن يدعو السلطات إلى من الجمعية العمومية ويحرض السلطات الأمنية، ونقول له ولغيره إن مسيرة الصحفيين هي ماضية. نحن كصحفيين سودانيين نستمد قوتنا وقانونيتنا من عضويتنا التي ستأتي في الجمعية العمومية، ستحضر وتسكت كل أصوات الذين يتحدثون بأن هذا العمل عمل فردي، عمل أحزاب سياسية، عمل قوة سياسية. هذا عمل صحفي، ومن يعني يتحدث عن أوهام ويتحدث بأن هنالك سياسيين مختطفين العمل النقابي، هذا لا يفهم ما هو العمل النقابي. الدور النقابي للصحافة للصحفيين هو دور سياسي بامتياز، يعني نقابة الصحفيين هي عليها دور كبير في حماية الحريات وصيانة الحريات وصيانة حقوق الإنسان. فالصحفي واحد من أعماله، واحد من نشاطه هو حماية هذه الحريات وتعزيز هذه الحريات ونبذ خطاب الكراهية. وبالتالي نقابة الصحفيين تختلف من بقية النقابات يعني. فبالتالي على الذين يتحدثون عن الجانب السياسي للنقابات عليهم أن يستدركوا ذلك. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا. بداية الرحمة والمغفرة لشهداء ثورة ديسمبر المجيدة، وعاجل الشفاء للجرحى، وعودا حميدا للمفقودين، مطمئن القاعدة الصحفية بأن الترتيبات الخاصة بانعقاد الجمعية العمومية تمضي بصورة جيدة، واكتملت لدينا كل الترتيبات المتعلقة بانعقاد الجمعية العمومية وفق جدول الزمن المحدد في آخر مؤتمر الصحفي للجنة التمهيدية التي تم انتخابها في 26 مارس، وانتهى أجلها في 26 يونيو الماضي. وفي المؤتمر الصحفي حينها تم التوافق من قبل اللجنة التمهيدية التي تحولت للجنة تحضيرية على أن يعقد اجتماع الجمعية العمومية في 26 يوليو الذي يقع يوم غد السبت في دار المهندس بالعمارات شارع 7. خلال المرحلة السابقة يعني منذ انتخاب اللجنة التمهيدية تم فتح باب السجل وحصر العضوية، وهذا الأمر يعني تلقينا عدد كبير جدا
من الطلبات الخاصة بالالتحاق والتسجيل لدى الجمعية العمومية، وتم نشر الكشوفات التي بلغ عضوية اللجنة أو الجمعية العمومية أو الزملاء الصحفيين والصحفيات الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية 1173 صحفي وصحفية استوفوا كافة الشروط المتعلقة بالتعريف الذي ورد في النظام الأساسي المقترح اللي تم التوافق عليه داخليا في اللجنة التمهيدية وإجازته من قبل اللجنة التمهيدية إيزانا بالدفع به للجمعية العمومية يوم غد لإجازته. يوم غد لدينا أو قدمنا أجندة محددة للجمعية العمومية متعلقة ابتداء بإجازة النظام الأساسي، وثانيا إجازة ميثاق الشرف الصحفي، وثالثا انتخاب لجنة الانتخابات اللي هي دي اللي بتشرف على الانتخابات القادمة الخاصة بالنقابة ابتداء من نقيب الصحفيين والمجلس مجلس النقابة. هذه هي كل المطلوبات وكل الترتيبات الآن تمضي على قدم وساق ابتداء من تهيئة المكان وتوفير المطلوبات الخاصة ب يعني مثلا المستندات المطلوبة، الأوراق المطلوبة، النسخ، تم طباعة نسخ من النظام الأساسي، تم طباعة البطاقات بناء على الأرقام اللي وردت في الكشف بتاع السجل، ونشر الكشوفات وكذلك الكشوفات وغيرها من كل المطلوبات الممكنة من قبل اللجنة التحضيرية الآن هي أكملت تماما، وننتظر فقط حضور الزملاء الصحفيين والصحفيات ولإجازة أو لإنجاح الجمعية العمومية والأجندة التي وضعت على أن تكمل هذه المرحلة لتبدأ مرحلة أخرى متعلقة بالانتخابات. نتمنى من كل الصحفيين والصحفيات أنهم يكونوا حضور مشرف في هذا اليوم التاريخي الذي يشهد عودة الجسم النقابي الذي قابل لأكثر من 30 عاما منذ سقوط نظام المخلوع عمر البشير على السلطة في 30 من يونيو 89. أول نقابة تم حلها هي كانت نقابة الصحفيين السودانيين، وأصبح الصحفيون والصحفيات بلا نقابة تمثلهم رغم ما مورس ضدهم من انتهاكات وظلم وعسف واضطهاد، وكل الصنوف الانتهاكات وقعت ضد الصحفيين والصحفيات لم يكن هناك جسم يمثل الصحفيين، لكن آن الأوان لعودة الجسم الذي يمثل الصحفيين يدافع عن الحريات يحفظ حقوق الصحفيين والصحفيات لأهمية هذه النقابة التي تمثل أو أهميتها بتمثل رافعة لكل الشعب السوداني، لأنها هي البوابة اللي عبرها بتوصل كل قضايا الشعب السوداني وكل المظالم اللي بتقع على الشعب السوداني. يمكن تكون هي أهميتها بتكمن في أنها هي بتوفر الغطاء التام للصحفيين عشان ما يمارسوا مهنتهم بكل حرية بكل استغلالية بمهنية بعيدا عن كل الأنظمة بعيدا عن كل المضايقات التي تحدث هنا وهناك. لذلك أهميتها للشعب السوداني في أنها توفر مناخ ملائم لصحافة حرة بعيدا عن أي انتماء. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا. وفي الختام إليكم إعادة بعناوين الأخبار. لجنة الأطباء المركزية تعلن أن وصول 30 حالة من مصابي أحداث النيل الأزرق لتلقي العلاج بالخرطوم. لجنة الأطباء المركزية تعلن أن سقوط قتيل لم يتم التأكد من بياناته بسبب إصابته برصاص حي في الصدر أطلقته القوات الأمنية في مواكب أم درمان يوم الخميس. عبد المنعم أبو إدريس رئيس اللجنة التسييرية لنقابة الصحفيين يؤكد على تصميم الصحفيين على القتال من أجل الحصول على حقوقهم في خلق جسم منتخب يمثلهم. السلطات الصحية بولاية سنار تعترض قافلة صحية أعدتها منظمة المجتمع المدني كانت متجهة لولاية النيل الأزرق يوم الخميس وأمرتها بإنزال كافة المساعدات من المركبات. المصرفي والمحلل الاقتصادي حافظ إسماعيل يقول أن إيقاف الدعم المقدم من البنك الدولي للحكومة سيكون له تأثيرات سالبة على المواطن ويعني استمرار العجز في الميزان التجاري.
بهذا نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. حتى الملتقى في لقاء جديد، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى اللقاء.